وسط ظلال الصراع السياسي المتشابك تتعالى أصوات نيابية تتهم قوى متنفذة بخطف دفة البرلمان وتحويله من منصة للتشريع إلى ساحة تدار فيها الأجندات بعيدا عن عيون النواب المتخصصين في ظل دعوات إلى الإسراع في حسم هذا المنصب الحيوي. التشاورات والحوارات مستمرة ليست ما بين الأخوة من المكون السني بل في ما بينه وما بين المكونات الأخرى، ولكن أرى حسب نظري المتواضع لحد الآن لم تصل إلى مستوى الحسم أو مستوى الاتفاق التام على هذا الموضوع، ونتمنى أن يكون هناك إمكانية أو حسم لهذا الملف في أسرع وقت ممكن. بينما يتصاعد الصراع على النفوذ داخل البرلمان يتعطل إقرار قوانين عدة تمس حياة المواطنين. الصراعات السياسية تحول دون التوصل إلى توافق، مما يعرقل تشريع قوانين حيوية ويعطل عمل اللجان المتخصصة. النتيجة هي برلمان مشلول يمرر قوانين بالمساومة ويعجز عن أداء دوره في تشريع القوانين التي تحتاجها البلاد. عندنا أكثر من 153 مشروع ومقترح قانون متراكم على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى إلى يومنا هذا، وكانت هناك نية من قبل رؤساء الكتل ورؤساء اللجان بتمرير قوانين غير جدلية، وأنا ذاك كانت هيئة الرئاسة اجتماعات دورية مع جميع الكتل السياسية ورؤساء الكتل لتمرير قوانين غير جدلية، لكن الأوضاع والصراعات السياسية اللي صارت داخل المجلس باعتقادي بعد اختيار الرئيس هناك كثير من القوانين اللي تمسها المواطن بشكل مباشر تكون من أولويات عمل المجلس. استمرار الأزمة يعمق فجوة الثقة بين الشعب والبرلمان، حيث يرى المواطنون إن البرلمان عاجز عن تشريع القوانين أو مواجهة التحديات، مما يزيد من إحباطهم وفقدانهم الثقة في المؤسسة وقدرتها على إحداث التغيير المطلوب. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.